ثلاث سنوات من النار والدماء والجوع والموت البطيء، سنوات دشنتها ميليشيا الحوثي والمخلوع في 21 من أيلول الأسود لتقضي على كل شيء. كانت البداية شعارات زائفة تنادي بإسقاط الجرعة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ثم ما لبث أن تكشفت الحقائق عن طوفان من الحقد أسقط البلاد برمتها في براثن الفوضى والدمار. أنجز اليمنيون مؤتمر الحوار الوطني وكانوا على بعد خطوات من التحول نحو الدولة وتحقيق طموحاتهم في الانتقال السياسي، لكن كل شيء ذهب أدراج الرياح بفعل الطيش المعجون بالحقد والرغبة في الانتقام والارتهان لمشاريع ما قبل الدولة. الميليشيات التي أطلق عليها غبار التاريخ استدعاها المخلوع صالح من الكهوف ونفض عن كاهلها وصمة التمرد، فاجتاحت البلاد وأتت على كل شيء في طريقها، بدءا بالدولة ومؤسساتها، مرورا بالحياة السياسية والمدنية، وانتهاءا بمناهج التعليم والهوية الوطنية. حاصرت رئيس الدولة وحكومته وشنت حملاتها المجنونة ضد الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والناشطين، وأحالت المجتمع بأسره إلى رهينة محروما من كل مقومات الحياة. القتل والتعذيب والاختطافات والنهب والفساد والتنكيل سلوك يومي تمارسه ميليشيا الحوثي والمخلوع ما استطاعت إليه سبيلا، والضحايا في ارتفاع مستمر. ومن لم تصله أياديها العابثة طالته الأوبئة والأمراض والمآسي التي جلبتها معها، ولا شيء سوى الدمار. أما الألغام فتلك حكاية أخرى تتفنن الميليشيا في نسج تفاصيلها الدامية على أجساد الأطفال والنساء والكائنات. كل شيء من تفاصيل المآسي اليمنية يتنامى إلى مسامع المنظمات والهيئات الدولية، بيد أن النتيجة واحدة، تنديد على استحياء ومقايضات تحاول مكافأة الجلاد وإسكات الضحية. ثلاثة أعوام من الانقلاب والحرب حملت أيامها فسادا وضحايا وانتهاكات لم يعرفها اليمن من قبل، حتى وصلت تداعياتها الإنسانية إلى ذروة المآسي الإنسانية في العالم. Thank you.